سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية أشكر جمعية فجر المولى إدريس الأكبر على هذا العرس العلمي المبارك وعلى حسن استضافتهم لنا في هذا اللقاء في هذا المسجد العامر وفي هذا البيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. فنشكر لهم هذا الجهد وهذا العمل الدؤوب الذي يبذلونه منذ سنوات من أجل إحياء الجوانب العلمية والثقافية والفكرية في هذا الموسم الكبير. ثم إن كلمتي لن تكون مداخلة كما تفضل بذلك سيدي أيوب، ولكنها فقط هي كلمة في بضع دقائق ربما لا تتجاوز خمس دقائق في كتابي ويعني في المؤلف وفي المؤلف، يعني هي لا تبقى إلى مستوى مداخلة لكنها هي مجرد انطباعات على هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت ذاكرة الأيام في عمر الأمة حضور رجال العظماء بأفكارهم النيرة وآرائهم السديدة ووطنيتهم الصادقة التي أسهمت في بناء المجتمع وإصلاح أمر الدنيا والدين. وشأن كل أمة عريقة في الحضارة أن تفتخر بأصحاب الأفكار العظيمة فيها فخرا لا يراد به مجرد السهو واسترداد الذكريات بقدر ما يسمو إلى الاستلهام من تجارب الأماجد الأعلام في سبيل بناء الحاضر واستشراف المستقبل. وإذا كان الحديث عن هؤلاء العظماء إنما يراد به قياس مقادير الناس في الشموخ والكبرياء وعلو الهمة، فإن شخصية الفقيه العلامة سيدي محمد الفضيل أو الفضيل أو الفضيل، يعني بكل ما ضبطت به هذا الاسم فهو جائز، الفضيل أو الفضيل أو الفضيل بن محمد الفاطمي بن محمد أبي عبد الله الشبيهي الجوطي الإدريسي الحسيني الزاروني، قلت فإن شخصيته مثلت أنموذجا للنبوغ المغربي ومدرسة تربت فيها أجيال وأجيال بفضل ما وهبه الله من حسن فهم وسعة اطلاع ولطف أدب وصواب رأي وسداد فكر وسرعة بديهة وذلاقة لسان وشفيف عبارة، فهو الكاتب البليغ والمفسر البارع والفقيه المتضلع والأصولي الحاذق والمحدث الحافظ والأديب المتذوق، حتى صدق فيه قول القائل: وكان من العلوم بحيث يقضى له في كل فن بالجميع. أما كتابه الفجر الساطع على الصحيح الجامع فهو بحق شمس ساطعة في سماء العلوم والتصانيف، ويكفي في بيان قدمه وعلو مقامه شهادة العلامة الشيخ عبد الحي الكتاني في كتابه فهرس الفهارس والإثبات، وقد سبقني إلى هذه المقولة أو هذه الشهادة الأستاذ الدكتور سيدي أيوب حين قال أي عبد الحي الكتاني: في هذا الكتاب هو أنفس وأعلى ما كتبه المتأخرون من المالكية على الصحيح مطلقا، وهو في أربع مجلدات. أنا متفرد الآن في الدنيا بروايته عن مؤلفه، لذا حق لأمثال هؤلاء العلماء الأعلام والشخصيات العظام أن يخلد ذكرهم وتنشر أفضالهم وفضائلهم وتعقد محافل العلم لمدارسة آثارهم، وذلك من الوفاء والعرفان لأهل الفضل بفضلهم ولأهل الإحسان بإحسانهم. وقد حدث ابن بشكواد في الصلة عن بعض المشايخ أنه كان يقول: ما لكم تأخذون العلم عنا وتستفيدون منا ثم تذكروننا ولا تترحمون علينا.
في هذا السياق هذه اللقاءات العلمية التي تعقد وتعقدها جمعية مولى إدريس أو فجر مولى إدريس الأكبر هي من باب الترحم ومن باب الذكر الحسن ومن باب الدعاء لهذا الفقيه ولهذا العالم الجلل والعالم النحرير والجبل الشامخ. هذه الممارسات، هذه القراءات، وهذه المداخلات، وهذه اللقاءات التي تعقد هي من هذا الباب، من باب الترحم عليه، ومن باب حسن ذكره وإشاعة علمه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل، عمل هذه الجمعية المباركة وغيرها ممن يعمل بنية صادقة وفي إطار نشر العلم السليم والعلم الصحيح الذي ينتفع به الناس إلى يوم القيامة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم وأن يثيبهم وأن يرفع درجاتهم ويحط سيئاتهم، وأن يتقبل من الحضور الكريم الذين تجشموا عناء البقاء معنا في هذا المجلس المبارك نساء ورجالا، وأن يتقبل كذلك من الأطر الكرام الذين اشرفوا على هذا اللقاء وسائر اللقاءات، أن يتقبل منهم عملهم ويرفع درجاتهم، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم دكتورنا الجليل على هذه الخلاصات النافعة المباركة. ولما اختار إخوانكم في هذه الجمعية ألا يتحدثوا بعلم غير علم هذا الإمام الجلل كانوا في ذلك مسددين إن شاء الله تعالى، ذلك لأن شهادة وتراجم العلماء المتقدمين ممن عاصره ممن أتى بعده شاهدة بذلك حاثة عليه. وإذا فتحتم كتب التراجم التي تعرفنا بالأعلام لوجدتم من ذلك أدلة أكثر من أن تحصل. أمامي الآن ترجمة لطيفة طريفة، والتراجم في حقه والكلمات المعرفة بقدره كثيرة جدا، وهي لبلدينا الشريف النقيب مولانا عبد الرحمن بن زيدان. يقول في كتابه إتحاف أعلام الناس بجمال إخبار حاضرة الناس ما نصه، وهو يتحدث في سياق طويل عن هذا الإمام منبها على جهوده ومؤلفاته التي نسأل الله تعالى أن ييسر خروجها وطباعتها، وليس فقط هذا الإمام الجليل. فأنا أحب أن يتحدث سادتنا المحاضرون بارك الله فيهم عما أدركته يد البحث حديثا حول تراجم الأئمة والعلماء المدفونين في هذه الأرض. وقد وقعت عين الفقير على عدد من هذه التراجم، ووجب على الأحفاد أن يوفوا بحق الأجداد، هذا يعني حق الديانة وحق النسب وحق الإسلام. يقول: كان في لسانه لكنة، لكنه إذا ارتقى منصة الخطابة أطلق الخطباء لسانا وأفصحهم بيانا، وهذا من أعجب ما تطالعه. هذه الملاحظة لا نجدها إلا في ترجمة أئمة الإسلام المتقدمين من السلف الصالح، كالذي قيل في سيدنا الإمام ورش، وكالذي قيل في سيدنا الإمام قالون، من أن بعضهم كان لا يسمع ولا يميز من الأصوات شيئا، فإذا تلي عليه القرآن انتبه واستمع وأنصت، وغير ذلك من المشاهد التي تدل على أن هؤلاء القوم كانوا حقا منتسبين لسيدنا مولانا رسول الله حسا ومعنى خلقا وخلقا. فيقول: كان في لسانه لكنة، فإذا ارتقى المنصة منصة الخطابة، وقد كان خطيب
المسجد الأعظم رضي الله عنه كان أفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا، وذلك ببركة دعاء بعض أهل الخصوصية الكاملة له. وبمناسبة من يطالع ثبت شيوخه وهم أعداد لا يحصون، فقد طوف على الرجال وأخذ من الأسانيد العالية ما كان له بذلك الرئاسة، الرئاسة في علوم الحديث وغيرها، وذلك ببركة دعاء بعض أهل الخصوصية الكاملة له. وقد شكى إليه المترجم حبس لسانه وتلجلجه في الخطبة، وضار ذلك عليه، فدعا له فزالت لكنته حالا بفضل الله تعالى. وهذا أمر يعني لا يسع الناظر إليه إلا أن يكبر الله تعالى ويصلي ويسلم على سيدنا مولانا رسول الله. أيها الأحباب الكرام، قبل أن نمر إلى مفاجأة هذا المجلس وفرحته الكريمة، أدعو السادة الحاضرين وفيكم ولله الحمد الأخيار والأفاضل ومن أحبه أن يكون معنا في هذه المنصة، إذا كان لسيادتكم مداخلة أو إضافة فسوف نسعد بها ونفرح. إلى حدود ذلك الحين سوف أفتح إن شاء الله لائحة بمن يرغب من المتدخلين، ولو حتى أن تسمع دعاءكم، ولو أن تعبروا عن محبتكم لعلماء هذا البلد رضي الله عنهم، وإلى سيدنا مولانا إدريس الأكبر، وإلى هذه الأيام العلمية التي تقيم هذه الجمعية، فمرحبا بالجميع. أما الآن فأعطي الكلمة إلى أخي وصنوي روحي سيدي الدكتور عبد اللطيف التواصلي المشرف على هذه الدورة من الأيام العلمية، ليقدم لكم بشرى من بشريات هذه الأرض وفرحة من فرحاتها ونموذجا من نماذج الوفاء والخدمة التي تستحقها هذه الأرض وهذه المدينة، خصوصا العطاء العلمي والإنتاج. فوالله لن تقوم لهذه المملكة الشريفة قائمة إلا بالعلم وإلا بخدمة أهلها وشبابها ورجالها، وفي مقدمتهم كما شهدت بذلك أيام التاريخ أسيادنا آل البيت من هذه الدوحة الشريفة آل الشبه الكرام وغيرهم. فأعطي الكلمة لأخي سيدي عبد اللطيف التواصلي ليعرفنا بهذه الهدية التي نحتفي بها في هذا اليوم السعيد، ثم نعود مع أجواء الندوة العلمية.